أما الآن ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من العاصمة العراقية بغداد رئيس اتحاد نقابات العمال في العراق السيد ستار دنبوس براك. سيد ستار، هل يعد إجراء الإضراب قانونيا وهل لديكم تصور عن القطاعات المشاركة به؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شكر وتقدير لقناة البلوجة لمتابعة التظاهرات المليونية والمجد والخلود لشهداء التظاهرات والشفاء العاجل لجرحانا. حضرتني آية قرآنية، ولو أنا مو رجل دين ومصلح ويا رجال الدين، مو ياكلهم اللي يحرفون الكلمة عن مواضعها. الله يوصف المسلمين في معركة أحد أو معركة بدر، يقول له منهم من قتل ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اليوم شوف تظاهراتنا السلمية بجد، شباب استشهدت في بغداد والمحافظات، وبقينا صامدين كعراقيين نطالب مطالبنا المشروعة السلمية. فيعني إن شاء الله راح تبقى تظاهراتنا مستمرة والاعتصامات مستمرة وحتى نيل مطالبنا. هل نفهم بالتالي من ذلك سيد ستار بأن إجراء الإضراب يعد قانونيا، وماذا عن ربما التخوفات لدى بعض العاملين في المؤسسات الحكومية على يعني بالفصل من العمل؟ يعني هذه التخوفات حاضرة وبقوة، يعني هل توفرون بالتالي الحماية لهم قانونيا؟ ستي العزيزة، القانون والدستور كيف الحل؟ حق التظاهر لنطالب بالحقوق المشروعة. أنا ما دا أسوي انقلاب ولا دا أسوي فوضى بالبلد، أنا أحافظ على نظام البلد، أريد أحافظ على أموالنا، أريد أحافظ على ممتلكاتنا العامة، نحافظ على إخواننا الشرطة الحرس الوطني، وكذلك نحن سلمين دا نطالب مشاريعنا وغدا دعينا كاتحاد عام نقابات العمال في العراق لتظاهرة كبرى في بغداد وال 14 محافظة للمطالبة بحقوق الطبقة العاملة إذا كان عامل يشتغل في الوقت الحاضر أو المتقاعدين. يعني نفهم بالتالي مما تفضلت به بأن في النية توسيع أو مواصلة الإضراب عن العمل. نعم، نحن كاتحاد عام نقابات العمال في العراق نعلن تضامننا مع المتظاهرين ونعلن وجودنا في ساحات التظاهر في بغداد وال 14 محافظة العراقية. نعم، وصلت الرسالة بالتأكيد. ستار دنبوس براك رئيس اتحاد نقابات العمال في العراق، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد العاصمة، شكرا جزيلا لك.